السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هوريك اللي هو لو انت دلوقتي مثلا عملت الداشبورد بتاعتك، وبعد كده مثلا المدير سألك، مثلا قالك مثلا ايه يا محمد، هو مبيعات نيويورك دي مثلا عاملة ايه؟ مثلا بايعة كوانتيتي قد ايه؟ مثلا فيها يونت سولد قد ايه؟ انت طبعا تعمل كل ده بالداشبورد، بس هو عايز يشوف نيويورك دي كلها مفروضة جنب بعض على تيبلز. وهنا يجي فكره حاجه اسمها دريل ثرو. دريل ثرو، دريل ثرو دي يعني ايه يا جماعه؟ دريل ثرو اللي انت بتوري له حاجه سبيسيفيك او ديتيلد جوه الداشبورد في هيئه مثلا ريبورت او هيئه داشبورد تاني. طب هنبتدي من هنا؟ لا، هنبتدي من هنا نعمل بيج جديده. لما تيجي تعمل بيج جديده هتيجي مثلا في الداتا دي مثلا وتقول له مثلا انا عايز اعمل ماتريكس اللي هو زي جدول كده كبير، ونقول له مثلا السيتي انا احطها هنا كده، و التوتال سيلز بتاعتها اهي، وحط مثلا اليونت سولد بتاعتها كده، تمام؟ وده الشكل اللي احنا عاملينه اهو. فدلوقتي هنعمل ده كده، الشكل ده كده، ونكبر الكلام ده كده شوية. نيجي عند رو هيدرز ونخليها 2، نيجي عند كولوم هيدرز ونخليها 12 قصدي، ونيجي عند الفاليوز ونخليها 12. كده احنا عملنا الشكل بتاعنا بتاع الجدول اللي احنا عايزينه مثلا كديتيل. فهنيجي بقى هنا كده، في هنا فكره بقى اسمها ايه؟ دريل ثرو. دريل ثرو هنيجي نقول له دريل ثرو انت عايز تعملها بايه؟ اقول له انا عايز اعملها بالسيتي. ركز في الحته دي، انا عملتها بالسيتي. فهنا بالتالي هيظهر هنا، خدت بالكم الشكل اللي ظهر ده؟ هيظهر هنا علامه اللي هي باك. لما تيجي تضغط عليها مش هيحصل حاجه، لكن لما تيجي تضغط عليها وتدوس كنترول الاول وبعد كده تضغط عليها هيرجعك على الجدول اللي انت او الداشبورد اللي انت عاملها. طب هنا فكره بقى الدريل ثرو ايه؟ هوريك دلوقتي. لما نيجي نختار مثلا كلمه زي نيويورك كده، عمل لي كروس فلتر، كروس هايلايت عليها، ولما نيجي ندوس عليها كليك يمين، كليك يمين اهي كده، لقيت بص قال لي ايه؟ قال لي دريل ثرو، قال لي ايه؟ بيج 2. احنا لو خلينا البيج 2 دي مثلا اسمها detailed، تمام، وعملنا برضو فلتريشن على نيويورك، نيويورك تلاقي عملت ايه؟ كروس هايلايت كده، اللي هي ظهرت كده والباقي كله زي ما عمل ديمد كده او اختفى. لما تيجي تدوس عليها كليك يمين وتيجي تعمل عليها هنا دريل ثرو، هتلاقي في كلمه detailed اللي هي تحت دي، detailed اهي، هتلاقي جاب لك مبيعات نيويورك كلها. لا ده انا هوريك بقى حاجه احسن واحسن، وهتلاقي كمان هنا ايه؟ السيتي كمان اتعمل لها ايه؟ فلتر عليها. طب لو احنا بقى جينا اخترنا مثلا ايه بقى، قلنا له احنا عايزين ايه؟ كوارتر 1 ونيويورك او سان فرانسيسكو مثلا، وكليك يمين عليها وعملنا دريل ثرو اهي. لو تلاحظ جاب لي سان فرانسيسكو وكمان عليها كمان كوارتر 1، يعني عمل لي فلتر على السيتي وعمل لي فلتر على الكوارتر. هنا بقى تقدر تعمل حاجات كتير جدا في الدريل ثرو. ممكن تعمل هنا كمان فيجوالز ثانيه وتربطهم ببعض، يعني مثلا ممكن تعمل مثلا فيجوال مثلا ب مثلا ده مثلا اللي هو الباي شارت مثلا كده، خليها كده بالمنظر ده كده، ونخلي دي مثلا بالريجن، و اهو، ونخلي الريجن مثلا بالسيلز برضه او اليونت، لا باليونت سولد اهي، بس نختار اليونت سولد دي ونخليها ديستنك كاونت. بص حتى هو لوحده هو فلتر على ويست، لان اكيد اكيد سان فرانسيسكو تبع الويست. لو انت جيت بصيت كده على سان فرانسيسكو، فين ال فين الستيتس؟ احنا كنا مفلترين على ايه؟ على الستيت اهي، سان، احنا مفلترين على السيتي قصدي اهي، سان فرانسيسكو، وندوس عليها انتر. تبع انهي ريجن؟ تبع الويست، الويست الريجن ويست. طب احنا مثلا عملنا مثلا نيويورك وعملنا مثلا كليك يمين وعملنا عليها دريل ثرو وديتيلد، بص هتلاقي ان الريجن بقت اسمها نورث ايست وجاب لي حاجات نيويورك. جامده جدا يا جماعه دريل ثرو ده. اتمنى كل واحد بيشتغل في مثلا تحليل بيانات، في اللي انت بتعمل حاجات على الباور بي اي، لازم يبقى عندك صفحه للديتيلد كده اللي انت تعمل فيها كل الديتيلز اللي انت عايزها، علشان لو مديرك جه سألك ما تقولوش مثلا طب هرجع لحضرتك تاني او هبعتلك على الميل او، تبقى كل حاجه جاهزه في الباور بي اي.
شكرا جدا ليكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لان فعلا والله الواحد بيقدم محتوى كويس جدا ومفيد، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.